سهر. يلا فريق إبراهيم المعادي فريق النجوم، يلا معاك. جاهز يا بوي؟ يلا عرفت اسمهم. يلا ما تعرفنا على اسماكم، من اليمين شو اسمك بسرعة؟ اللي بعده عبد الحميد. ونعم. مالك. اللي بعده مالك. اللي طالع نص وجهه يرفع الصوت، ارفع صوتك. قام قام موجود، شو اسمه؟ اهربوا. ها طيب. جاهزين؟ يلا سؤال 17. جاهزين. يلا السؤال يقول بسم الله، وحدة قياس الزلزال وش هي؟ ريختر. ريختر. حلو. مهنة بائع اللحم وشو؟ جزار. وش جزار؟ لا. ها جزار. جزار مو واحد. ايوه يلا. اكل الزبيب مثل ضربل. ضرب ايش؟ ضرب الفراغ. الح ها الح ضرب حديد. حديد. الحبيب. يسعى الانسان لكسب ل... ها رزقه. رزقه لقمة العيش. رزقه مين؟ ها اسم الحنجرة عند الرجل وش هي؟ ايش اسم الحنجرة عند الرجل؟ اسم الحنجرة. حنجرة. بالله ده سؤال. اللي بعده نفسه. شخص غير منحاز لأحد. اللي غير منحاز لأحد وش يعتبر؟ عادل. محايد. حيادي. حيادي او محايد. تصوير الأعمال الفنية وش سمي عمل الإنشاد؟ وش سمونه فيديو ايش؟ انت عمل إنشاد يتصوره بالكاميرا وش سمى؟ كليب. كليب. فيديو كليب. حلو. الجهاز اللي ينشف الشعر شو اسمه؟ استشواق. اي حلو. انتهى الوقت. انتهى الوقت. يا سلام. انتهى الوقت مع فريق النجوم بقيادة المعيدي. شفنا الاشياء اللي فيها تخشيش. لا تصير بالله. عطني مويه. فيها مدري ايش. فيها مساعدات كلها محسوبة يا جماعة الخير. اليوم انا بسم الله وعلى شيء. بركة الله. معيدي ما معيدي ترى ما اعرف انا. أي. والسلمي سلمي ما اعرف. ما يلا شوف السلمي الان. رياض. رياض. ما اعرف. يلا. سدرايد وفارس ودرر جاهزين معايا؟ جاهزين. يلا. عملية سحب الدم لشخص آخر تسمى إيش؟ سحب الدم. تبرع. تبرع بالدم. حلو. الشخص المحافظ على البيئة يسمى إيش؟ بدأت من وين أنت؟ بدأت من وين؟ 29. لأن هو وصل 25. 25. بسرعة بسرعة. وصلت الجفيف. نرجع. نرجع من أول. نرجع من أول. معلش. يلا معلش معلش. نعيد. يلا نعيد. نعيد. عملية. يلا عملية. يلا أوكي. يلا. عملية من عمليات تهيئة الماء للشرب. تهيئة الماء للشرب. تكرير. حلو. برافو. السبيل. ها السبيل. لا انت عملية. عملية. يلا اوكي. التحرز. فلترة. فلترة. فلترة او تكرير. برافو. التحرز عند دخول مكان ماء. التحرز عند دخول مكان ماء. انا خايف من مكان ماء. ايش يصير؟ ايش يصير؟ ايش يصير؟ اصير ايش؟ حذر. حذر. حلو. بطل راليات سعودي الراجحي. يزيد الراجحي. يزيد الراجحي. عملية تنشيف الملابس بعد الغسيل تسمى ايش؟ تنشيف. تنشيف او تجفيف. عملية سحب الدم لشخص اخر. الان نفس الاسئلة امشيها. تبرع. تبرع بالدم. الشخص المحافظ على البيئة يسمى ايش؟ ايوه قالها. اللي بعده. الشخص المحافظ على البيئة يقولوا له هذا والله البيئة. اللي يلا. بعده. اوكي. مكان مخصص للاكل. مطعم. مطعم. مكان لتشديد الشعر او تزبيط الشعر. صالون. صالون. وقف. حلو. ستوب. صالون. وقف. وقف. صالون. قال صالون. صالون ما صالون مسجلة معانا الان. حلو. حلو. يا سلام عليكم. التحدي هذا الاسئلة السريعة شفنا بين الفريقين، شفنا فريق ابراهيم المعيدي ولا فريق السلمي اللي تمكن من الاجابات واللي تأخر واللي هذا بكيفه واللي غشش محسوب يا